المشاريع مضروبة في عشرة، في أكثر من عشرة، لا لقيت مشاريع، قسم بالله الكريم لن تصلني، لم تصلني الوثائق إلى الآن، وقريبا إن شاء الله تكون عندي وأعرضها لجنابكم وأعرضها للمشاهدين. قسما بالله الكريم لقيت مشاريع بإحدى الوزارات تشجير الكيلو الواحد، أنا هذا الكلام يعني تجيني وثائق قريب، تشجير تشجير لا تبليط ولا أرصفة ولا غيرها، ولا تشجير الكيلو المتر الواحد ب 124 مليار دينار. المتر الواحد؟ لا لا بس وقف لي. إيه؟ لا 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 بس أخاف مشتبه. إيه لا متر متر واحد. كيلو متر. هالكيلو المتر واحد. كيلو المتر. بيش؟ 124 مليار دينار. إيش زارعين هاي؟ من الجنة. غريبة. نعم. يا وزارة. تجيني وأتحدث بها خاطر لا أكون في موقف قانوني سيء.